كتاب القضاء. الآن قلنا تعدى، فماذا؟ لابد من القضاء. نعم، فصل بين الخصوم. نعم، كتاب العتق. العتق دائما الفقهاء، عادة الفقهاء أنهم يبدأوا بكتاب الطهارة، وأرادوا طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. يختم العلماء رحمهم الله تعالى الكتب المؤلفة على الأبواب الفقهية والأحكام، تختم بماذا؟ إما بالعتق أو بالإقرار. لماذا؟ تفاؤلا، لا تفاؤلا بالعتق، أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار ويعتق رقبة هذا المؤلف رحمه الله، مفهوم؟ لكن العتق يكون في الآخرة. والبعض يختم بالإقرار، لأن الختم بالإقرار من كان آخر كلامي لا إله إلا الله أيضا تفاؤلا، فالختم بالإقرار أولى، لأن الختم بالإقرار في آخر شيء من الدنيا، يتبعه القبر والبعث والنشور، صحيح؟ ثم بعد هذا الجنة. أما العتق يكون بعد، فهذا أقرب، مفهوم؟ نعم. وعلى اعتبار هذا يعني أمر يكون فيه التفاؤل من العلماء رحمه الله تعالى في مؤلفاته. نعم، إما يختم العلماء رحمه الله تعالى بالعتق أو بالإقرار. نعم، كتاب الجامع. الكتاب الجامع، ونريد نعتبر أن المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بماذا؟ بالعتق. نعم، الآن نرجع إلى الكتاب الأول وهو كتاب الطهارة. لماذا يبدأ العلماء بالطهارة؟ أرادوا أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر، تطهر الباطن. وهذا معناه أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة باطن وتسمى طهارة معنوية من الشرك والبدع والمعاصي، إنما المشركون نجس. ثم بعد هذا تأتيك الطهارة الحسية. الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث، خبث النجاسة، وطهارة الحدث، الحدث أكبر وأصغر. والطهارة تكون بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع. والماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. والحدث ينقسم إلى قسمين، أكبر يكون بالاغتسال، وأصغر يكون بالوضوء. ويأتي التيمم يجزي عن هذا وعن هذا أيضا. هذه أبواب كلها تذكر في كتاب الطهارة. سنذكر التيمم، المسح الخفين، الوضوء، الاغتسال، النجاسات، آداب قضاء الحاجة، الآنية، الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه الأبواب كلها تذكر في كتاب الطهارة. نحن نتصور الآن الكتاب بأكمله، كتاب الطهارة. قلنا كتاب الطهارة طهارة باطن وطهارة ظاهر، طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة الحسية حدث وخبث، الخبث النجاسة، وإذا لابد أن يبين أشياء النجسة وكيف تزال. وطهارة حدث أكبر وأصغر، أكبر بالاغتسال وأصغر بالوضوء والتيمم سيذكر. والأقسام المياه، طهور ونجس. طيب، قسمين فقط، المياه تنقسم إلى قسمين على ما سيأتي بإذن الله تعالى، وسيذكر بعض الأبواب، الآنية، الأداب قضاء الحاجة، الحيض، النفاس، الاستحاضة وغير هذا. نعم، هو يقرأ الآن الأبواب الشيخ رح. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب المياه. باب المياه، وقلنا المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس. نعم، باب الآنية. باب الآنية، يا رجل متأكد؟ ما علاقة الآنية بكتاب الطهارة؟ قال لأن الماء جوهر سيال، يحتاج إلى شيء يوضع فيه. ناسب أن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكروا، قلنا المسائل في أول مكان تذكر فيه، وإلا الأصل في الآنية أن تكون في كتاب الأطعمة والأشربة، لكن قدموا الآنية هنا. نعم، وهذا من حسن التأليف والترتيب. ثم بعد هذا في كتاب مثلا الأطعمة والأشربة يقول وقد تقدم ذكر الآنية في كتاب الطهارة. فالماء جوهر سيال يحتاج إلى شيء يوضع فيه، فناسب أن يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الآنية. نعم، باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم، ما هي الأشياء النجسة وكيف تزال. نعم، باب الوضوء. قلنا لأن الطهارة حسية، أما طهارة حدث
والحدث أكبر وأصغر، والأصغر يرتفع بالوضوء والأكبر بالاغتسال. نعم. باب المسح على الخفين. وناسب أن يذكر المسح على الخفين، لأن مسح الخفين إذا في عضو من أعضاء الوضوء. نعم. باب نواقض الوضوء. نعم. باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة، وهذا من الأدب، وسيأتي أن لم يرد يقول في كتاب ولا في سنة ذكر ما يستقبح ذكره. قضاء الحاجة أدب. نعم. باب الغسل وحكم الجنوب. نعم. باب التيمم. باب الحيض. حيض، وسيذكر فيه النفاس والاستحاضة وختموا به. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه. نعم، كتاب الطهارة، وقلنا الطهارة حدث وخبث، هذه الطهارة الحسية، والمياه الماء هو الأصل، والماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، فكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء فالأصل فيه أنه يبقى على أصله. نعم. إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة: طعم أو اللون أو الريح، لكن بشرط أن يكون التغير بنجاسة وتؤثر في الماء. وعندنا الماء الطهور ينقسم إلى قسمين: قليل وكثير. قليل وكثير، فإذا بلغ الماء القلتين، قلتين فما فوق، هذا يسمى ماء كثير وماء قليل. فإيش ماذا نصنع بالنسبة للقليل والكثير؟ القليل نتحرى فيه ما لا نتحرى في الكثير، لأن الماء الكثير في الغالب أنه لا يتغير، والماء القليل في الغالب يتغير. إذا نتحرى في القليل ما لا نتحرى في الكثير. مرة أخرى، الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. والأصل في المياه إذا اختلفنا فالماء الأصل فيه الطهورية، وينقسم الماء الطهور إلى قسمين: قليل وكثير. بلغ القلتين فما فوق، هذا ماء كثير، وهذا في الغالب أنه لا يحمل الخبث، والماء القليل في الغالب يحمل الخبث، فنتحرى في القليل ما لا نتحرى في الكثير. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور، ماؤه الحل، ميتته. نعم. الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. نعم. وصححه ابن خزيمة والترمذي. طيب، الآن ماء البحر، قال ماء وأضافوا إلى شيء، قال ماء البحر، ماء الورد، ماء الكادي، صح؟ فهو ماء، لكن أضيف إلى البحر، أضيف كادي كذا. طالما أنه لم يخرج عن كونه ماء، الآن نقول ماء شاهي أو شاهي؟ شاي. فهذا شاهي، خرج عصير، هذا ليس بماء، مفهوم؟ لأنه قد يستشكل إنسان ويقول أيضا هذا يمكن الطهارة منه، نقول لا، هذا ماء، لكن ماء تغير بشيء غير نجس. يعني ماء البحر تغير بطعمه لأنه مالح، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، يعني حتى لو تغير الآن لكن لم يتغير بنجاسة تؤثر فيه، هو الطهور ماءه. ومن فقه المستفتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن نحار هؤلاء قد يحتاجوا إلى الماء وقد يحتاجوا إلى الطعام، فأفتاهم بهذا وقال هو الطهور ماء الحل ميتته. إذا ميتة البحر طاهرة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نعم، وهذا في لدينا قاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، ولا نخرج عن الطهارة إلا بدليل. نعم. فإذا اختلفنا في ماء، فهذا الأخ يقول هذا ماء نجس وهذا يقول ماء طهور، فمع من نكون؟ مع الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه،
أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. يعني هنا التضعيف هنا أراد المؤلف أن يبين ضعف الحديث، لكن المعنى يريده المؤلف رحمه الله تعالى، وما استطاع أن يأتي بشيء من كلامه فأورد الحديث لأن عليه العمل. لكن قلنا لابد أن النجاسة تؤثر في الماء، لو سقطت نقطة واحدة من بول في برميل ماء يتغير؟ لا يتغير. فالعبرة عندنا التغير، فإذا تغيرت أحد الأوصاف لكن بنجاسة، لكن ما سقط فيه ورق شجر مثلا، هذا باقي على ما هو عليه، مفهوم؟ نعم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم، يعني تغير هذا الماء، فإن لم تغير هذا الماء فهو باقي على ما هو عليه، لكن نتحرى في الماء القليل ما لا نتحرى في الماء الكثير، وذكرنا الماء القليل والكثير. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا في الغالب، لكن لو كانت النجاسة كثيرة قد يتغير، مفهوم؟ إذا نتحرى في القليل ما نتحرى في الكثير، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث أن يبين لك الماء القليل والماء الكثير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. الآن يا أخواننا قد يشكل هذا على بعض الناس، هنا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، هنا النهي، والأصل في النهي التحريم. لكن هل الماء يتغير؟ قلنا العبرة بالتغير بماذا؟ بين الأشياء الثلاثة، الطعم أو اللون والريح. فهذا الآن وهو جنب اغتسل في ماء دائم، إذن فعل ماذا؟ شيء ينهى عنه، شيء محرم، تمام. هل يتغير الماء؟ ننظر، هذا أمر وهذا أمر خارج عنه. فإذا بال في الماء الراكد الدائم، يعني بال أكرمكم الله مثلا في مسبح، جاء النهي عن البول في الماء الدائم، طيب هل الماء الآن تنجس وأصبح نجس؟ ننظر، تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة نغير، وإلا النهي لأمر وطهورية الماء أمر آخر، مفهوم؟ نعم. قال وللبخاري إذن هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين تحريم الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولا يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن نجاسة الماء، فلو اغتسل في ماء دائم فالأصل في الماء الطهورية، مفهوم؟ والنهي يرجع إلى الجنابة. نعم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لماذا؟ لأن الوسواس قد يوسوس الإنسان، والشريعة جاءت لقطع الوساوس، وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث حتى يبين تحريم البول في الماء الدائم، ولو بال في الماء الدائم ولم يتغير الماء، ولم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، فالأصل فيه الطهورية. طيب، والله أعلم، يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يبتعد عن الوساوس، لأن الوساوس من الشيطان، واليقين لا يزول بالشك، والشريعة جاءت لقطع الوسواس، وأكثر ما يكون من الوساوس في الطهارة. نعم. ولمسلم منه. نعم. ولأبي داود يغتسل فيه أو منه. نعم. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. فماذا يصنع؟ الأداء الآن جنب، الآن إنسان جنب ولديه ماء دائم، جاء النهي عن اغتسال فيه داخل الماء، فماذا يصنع؟ يقترف منه، مفهوم؟ أي نعم.